هنتكلم في النصيحة النهاردة تحديدا، لأنه الحقيقة لما الواحد بيدخل على مواقع التواصل الاجتماعي الناس بتعتبر ان البوستس او الستيتس او الحالة ايه دي، يعني كلام يعبر عن رأي، فالناس رأي اللي كاتب يعني، فاللي كاتب ده ممكن يكون حد انت مش عارف هو ورأي ايه، ولا حكايته ايه، ولا اجندته ايه، ولا هو مين اصلا، ولا هل بيمثل دور ما او كده، والناس تاخد هذا البوست او هذا الكلام وتعتبره ان يا سلام هذا هو الناصح الامين، مين يا سلام اللي عارف كل الحاجات، ويبدأ ياخدوا الآراء دي ويتداولوها. وشفت ده أنا الحقيقة أكتر من بوست اليومين التلاتة اللي فاتوا دول، وأكيد هن الفترة اللي احنا عايشينها دي من أحداث مترامية هنشوف بقى شخصيات، وهنشوف نماذج، وهنشوف لجان إلكترونية، وهنشوف ناس فجأة بتطلع في الريلز، وناس تطلع في الستوريز، وهتحس كده أن الفيسبوك بقى غريب، وأن التويتر سابقا اللي هو اكس ده برضو هتلاقي الناس دي مش عندي، انا مش عامل لها فولو، الناس دي بتطلع لي ليه، اصله هو ايه الحكايه، ايه اجنده كبيره وخطه كبيره. فلازم يبقى عندنا الوعي الكافي ان احنا نبقى محافظين على الفكره اللي بتوصل لنا واللي بنعتقدها من السوشيال ميديا، ونبقى متتبعين المصادر الدوله، القنوات الرسميه، الاذاعات الرسميه، الجرايد والمواقع الرسميه، الناس المعروف هي مين أولها وهي مين أخرها، فعشان ما نروحش مع الرايحين مع الناس اللي بتكتب حاجات في شبه النصايح وهي يعني إيه سم في العسل. عمنا صلاح جاهين كتب عن النصيحة رباعيات حلوة قوي، قال لك فيها: ولدي نصحتك لما صوتي تنبح، ما تخافش من جني ولا من شبح، ونهب فيك عفريت قتيل اسأله، ما دافعش ليه عن نفسه يوم من دبح وعجبي. صلاح جاهين ساب لنا رباعية مهمة جدا عن النصيحة، ان احنا طول الوقت بنقعد نقول لما صوتنا بيتنبح انه نخلي بالنا جدا مين اللي بيديني النصيحة، مصلحته ايه وهدفه ايه في الكلام اللي هو كاتبه على السوشيال ميديا او اي مكان، يعني المنصة اللي بيتكلم عليها، هل ليه نوايا اخرى، الاحداث اللي حواليك شكلها عامل ازاي. 199 رقم الاس ام اس 2 18 10 8 66 هو رقم التليفون، وبوست قد المقام موجود على الفان بيج الراديو 99 على الفيسبوك والتويتر اللي هو الاكس دلوقتي، كان اسمه تويتر وبعدين بقى اسمه اكس، والانستجرام انا مش عارفه والنبي الحاجات دي دخلت علينا جات لنا منين، ما احنا كنا قاعدين في حالنا. يعني الحقيقه الواحد بيتابع غصب عنه علشان شغلتنا، يعني شغلتنا حتى لو انت بتقدم برنامج بعيدا عن السياسه ومجريات الامور، لازم تبقى عارف ايه اللي بيحصل علشان تبقى وعيك يعني كامل، او يعني كامل حتى الـ10 ولا كامل الـ5 علشان تعرف تفيد اللي حواليك. فلقيت انه يجب النهاردة نتكلم عن حاجة مهمة جدا، عشان احنا عندنا المفاهيم الانسانية والقيم والفضائل اختلطت ببعضها. فزمان كان يقولك ايه، اسمع اللي اكبر منك، اسمع النصيحة، مش عارفة اسمع الكلام، لكن في عصر السوشيال ميديا الحقيقة الكلام ده لازم يبقى نرجع يعني نغيره شوية. ليه؟ علشان لازم نعمل عقلنا علشان اللي بيطلعوا واحنا مش عارفين مين دول، وأي حد وأي وعي وأي ثقافات وأي ناس تعمل أي اسم في أي اتجاه ويطلع يقول لك شوية آراء ما انتش فاهم الآراء دي ايه، ووعيك مش جايب لأن انت مش مذاكر، مش قاري، ما بتجيبش الجرايد الصبح وتقرأ، ما انتش فاهم اجندات كل اللي حواليك والبلان والخطة راحة فين وعلى جاية منين. فمطلوب مننا ان احنا نفلتر، وانا دايما بقول زي ما عملنا صلاح جاهين الف رباعيته الشهيرة: ولدي نصحتك لما صوتي تنبح. في اوقات لازم تسمع كلام وتعتبره انه اشارة لربنا ليك ان انت تقف وقفة مع نفسك وتفكر مليون مرة قبل ما تاخد رأي حد كاتبه على السوشيال ميديا ايا ما كان هذا الحد، وتعمل عقلة
لك وتشوف الأوضاع اللي حواليك وتشوف وضع بلدك يعني حاجات كده. عايزة أقول النهاردة من أخبارنا في قد المقام خبر أنا تابعته النهاردة على المواقع اللي تبع يعني أو اللي نعرفة أن هي مواقع تمام يعني. انطلقت اليوم القوافل الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حياة كريمة يا جماعة. قوافل شاملة من التحالف الوطني للعمل الأهلي وحياة كريمة، طبعا مساعدات إنسانية بتتضمن مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية لدعم الأشقاء طبعا في فلسطين. كمان حملة الرئيس السيسي أعلنت عن التبرع بالدم لصالح برضو إخواتنا في فلسطين. الأكاديمية الوطنية للتدريب كمان عملت كده، وبداية من بكرة 15 أكتوبر للموظفين اللي فيها وخريجينها عشان نرسل المساعدات. الحقيقة الموقف كلنا بنتابعه عن كثب، وطبعا قلوبنا مع كل إخواتنا في فلسطين بما يضمن لنا السلم والأمان. الحقيقة زي ما بقول في حلقتنا النهاردة في مقام النصيحة، لسه بسألك انت من الناس اللي بتتمسك برأيها ولا تحب تسمع النصيحة؟ ولو سمعت النصيحة او قرأت نصيحة او قرأت كلام او فكرة عند حد في السوشيال ميديا اي مكان المنصة اللي انت بتتابعها، هل بتفلترها؟ هل بتبقى عارف الشخص ده مين بيتكلم ليه بيقولك كده بيودي دماغك في انهي حتة، ولا بتبقى واخد الكلام كده امين يعني؟ وولدي نصحتك لما صوتي تنبح، ما تخش من جني ولا من شبح، ونهب فيك عفريت قتيل اسأله، ما دفعش ليها عن نفسه يوم من دبح، ما بنخافش يعني. هو عايز يقولك ايه؟ لو طلع لك يعني كمان في يوم عفريت كان قتيل اصلا، فالقتيل بيبقى له عفريت واسأله ما دفعش ليه عن نفسه يوم من دبح. صلاح جاهين يعني ركز على مفهوم النصيحة وقال ولدي نصحتك لما صوتي اتنبح. فن النصيحة وفن اتباع الآخر على فكرة، لأنه ده فن كمان ان انت تتبع الآخر. والسوشيال ميديا بقت يعني ايه؟ صحيفة لكل مواطن. اي حد عايز اي حد اي مكات نواياه بقى، ما انتش عارف ده وراه مين ولا بيعمل ايه ولا عايز ينال من ايه عندك بالظبط، من فكرك من وعيك من امنك من سلامك من بلدك، انت ما انتش عارف. السوشيال ميديا دي الفضاء الواسع حيث العولمة، هو من اول ما قالوا كلمة العولمة دي وانا قلقان الحقيقة. ده من زمان قالك العالم قرية صغيرة، قلت استر يا رب. قرية صغيرة ازاي؟ انت ايه اللي هيجيب الشامي على المغربي؟ بس يعني ما احنا ممكن ناخد من الشامي ومن المغربي ده ما يناسبنا. فهل انت عندك هذا الفلتر، هذا الوعي ان انت تبقى فاهم الجورنال ده عايز يقولك ايه، او الصحيفة الغربية دي عايزة تقولك ايه، او القناة الغربية دي او الاذاعة الغربية او هتعرف اجندتها، تعرف سياستها التحريرية، تعرف هم عايزين يوصلوا، تعرف مين بيصرف عليها؟ لا انت ما تعرفش. فتبقى متحري الدقة جدا وانت بتاخد الاخبار او بتاخد النصيحة او بتاخد الكلام اللي من مصادر غير مصرية يعني غير معترف بيها، وبعض المصادر يعني اللي بيبقى يبان انها يعني قال يعني جوه البلد، لكن خليك في الحاجات القومية والحاجات اللي دي اللي تاخد منها النصيحة، ودي اللي تاخد منها الاراء، ودي اللي تاخد الرأي وتتداوله حواليك عشان ما تعملش كده يعني ايه حكايات حواليك من غير ما تدري. يعقوب خيري مساء الفل بيقول بالنسبة سؤال الحلقة يا أستاذة بسنت، الإجابة هي في محلها، معظمها داخل النصيحة بتبقى في محلها لما بيكون معظمها داخل نطاق الأهل وبعضها الآخر مش في محلها، ودائرة المعارف والأصدقاء معظمها مش في محلها والقليل منها في محلها. المحلات هنا كلها احنا نقفل المحلات. فإيه بقى؟ مايكل بيقول لازم ايه حتى لو خلصت الامتحان بدري. انا مش فاهم الرسالة او التعليق. يعقوب بيقول وفي ناس بعينهم تنصحك نصيحة تعمل عكسها عشان تبقى في محلها، هو الحكاية محلات النهاردة. قولي كده، تسمع النصيحة وتفلترها ازاي يعني؟ وهل بتبقى يعني حاطط في دماغك مين اللي بيقولك الرأي او النصيحة، ولا عادي اي حد يقولك اي حاجة؟ الحقيقة لسه بتكلم مع يومنا فاروق صديقتنا ومستمعتنا الغالية اللي فاهمة قوي في المزيكا وفي الفن، فبنقول انه مي فاروق من اجمل الاصوات اللي غنت لست ام كلثوم. الحقيقة فعلا هي عندها يعني المنطقة دي هي متفوقة فيها بشكل كبير. انا معايا تليفون. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لحضرتك استاذه بسنت. استاذ جمال فضه، بتكلمني منين؟ من القليوبيه. اهلا اهلا، منين في القليوبيه؟ من شبرا الخيمه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اهلا بيك. قولي، بتسمع حلقتنا من الاول؟ بتسمع برنامجنا؟ انا بسمعه على طول. طيب، بس انا مشاركتي بتبقى مثلا قولي مره في الشهر. وماله، منورنا دايما ومنورنا دايما. قولي ايه بقى، ايه رايك في حلقتنا النهارده؟ الحلقه النهارده هي تعتبر يعني موضوع يعني حاجه رئيسيه في حياتنا كلها. ولذلك يقول لك ايه، الدين النصيحه. الدين النصيحه. النصيحه. نعم. ليه؟ لان النصيحه لازم تكون باخلاص. وتكون لوجه الله. صح. ما تكونش على الملأ. تكون بينك وبين الشخص اللي قدامك. الحاجه الثانيه، لو في حد يعني قاعد وعايز تديله نصيحة في مجموعة، انت ما توجهش له الكلام شخصيا، ولكن اتكلم في العموم. زي ما النبي كان دايما يقول عليه الصلاة والسلام، ما بالكم قوم كذا وكذا وكذا وكذا، وبيدي نصيحة للي موجودين كلهم بس بطريق غير مباشر. واللي على راسه واضحة بقى يعرف كل لبيه بالإشارة، عشان ما يجرحوش. مظبوط، ما يجرحوش. الحاجة التانية برضو دينا قال لنا ايه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هنا بقى مين؟ اللي كل واحد له تخصص معين. طب يعني احنا مش عايزين ندخل في تفسيرات الأستاذ جمال، لما احنا يعني معلش احنا مش متخصصين في التفسير الآيات أو القرآن، وبعدين هي كل الأديان بتدعو للي حضرتك بتقوله. أكيد أكيد. فمش عايزين نخصص الحكاية، عايزين نتكلم في المفهوم الإنسان. أصل خلي بالك الأديان كلها تدعو للإنسانية، فاحنا بنتكلم في المفهوم الإنسانية في مقام النصيحة، ومقام إن أنا آخد برأي مين إمتى. خلي بالك من النقطة. أيوة دي، إن أنا ذكرت كمان إنه بعد دخول السوشيال ميديا أنت مخترق، لأنه الناس بتاخد الكلام والآراء والنصايح من ناس ما يعرفوش هم مين ولا أجندتهم إيه ولا أي حاجة، ويبدأ يتداول هذا ويوصل لناس تانية، ويقولوا الأهل ويقولوا العيال ويقولوا على القهوة ويقولوا مش هو قال لك وقالوا له وما قالولوش، شوف شاهد ما شافش حاجه من امتى، وسمعت وقالوا لك على الفيسبوك. أيوة. وقالوا لك لا لا لا، ده الراجل بيقول لك مش عارفه ايه، ده مصر مش عارف. صح، صحيح صحيح. وكلامك صح فعلا. ليه؟ لان ما هو انا عشان كده بنقول مين اللي يدي النصيحه. الله يفتح عليك. مين اللي هو الشخص اللي هو ما يكونش له مصلحه، ومش شخص في ممكن معاي. تكون حاجه اعتباريه، يعني ممكن يكون مؤسسه. يعني ما انت ساعات بتقرا على بتقرا مثلا لمؤسسات في الاعلام الغربي، تقول بس عشان الاسم مثلا شهير فتقول هو ده الحكايه، لكن ما بيبقاش هو دي الحكايه ولا حاجه. انت بتبقى انت نفسك وانتد، انت وبلدك. ما انا عايز اقول لك حاجه كمان، ما هو دي زي ما بيقول لك اكذب 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 لغايه ما ايه يصدقوك. مصدقه. ما هي دي برضه من ضمن الحاجات اللي هي زي الشائعه مثلا، يعمل شائعه ويكررها كذا مره كذا مره، فالمستمع يقول لك ايه، ده لا ده ما تكرر، ده كذا واحد بيقولها، لا يبقى دي صحيحه. احنا انت المفروض يعني حضرتك كده يعني رجل عاقل وصاحب مقام، يعني ادينا كده انت بقى كام نصيحه نرفع بيهم الوعي في اختيار ما نتناقله من الاخبار، وخاصه في مجال السوشيال ميديا اللي بقى مخترق كل حد فينا. شوف، لو في حد بيقول لك حاجه ما تصدقهاش الا لما تشوفها بعينيك، او لما يكون الشخص ده مؤتمن. ما هو لو شفت بعينيك، انا بشوف فيديوهات دلوقتي بالاي اي بالذكاء الاصطناعي يا استاذ جمال، بلاقي مصطفى كامل بقى ليوناردو دي كابريو، واحمد موسى بقى ستيف أي حاجة. مش عارفه ايه كده يعني خلاص، يعني بهاء سلطان بقى كينو ريفز، يعني ده كمان لو شفت ما صدقش. ده احنا وصلنا لهذه المرحله. لا، ما شفت ايه، ما انت لازم تشتغل ايه، تشغل عقلك. اصل العقل ده مش محطوط كده وخلاص. يعني ومين اللي عمل الذكاء الصناعي ده؟ ما هو عقل واحد برضه. ايوه، لكن هل انت مقتنع باللي قدامك دوت؟ طب ايه رايك في رايك في فضيله سنة. طب ايه رايك في فضيله الصمت يا استاذ جمال، وخاصه لما يكون في احداث متواتره حواليك؟ احيانا الصمت بيبقى ابلغ من الكلام. ليه؟ لان انت هنا بتتذكر وبتتفكر في نفس الوقت. بالظبط، وما بنقلش اي حاجه بقى سواء متاكد او مش متاكد، فانا ما بنقلش اي حاجه، يبقى الصمت هنا فضيله. ويبقى هنا التاني كمان. بالظبط، ما تتسرعش. الله يفتح عليك. لان لما تتسرع، ولذلك يقول لك ايه، استمع الاول قبل ما تتكلم. صح، عشان تستوعب الكلام اللي بيتقال لك، عشان تعرف ترد.
انما اللي قدامك بيتكلم وانت بتتكلم الاتنين مش هيسمعوا بعض، وفي الوقت نفسه هيقولوا الاتنين كلام غلط. مظبوط، ما حدش شايفه من التاني. والنبي انت نورتني خالص. لا ربنا يخليك يا استاذ. شكرا، وكلمنا بقى دايما لان انت كده مكالماتك كلها مثمره الحقيقه. ربنا يخليك، تسلمي. ميرسي، بسلم عليك كل سنه وانت طيب بمناسبه نصر اكتوبر. وانت بالصحه والسلامه، ودايما في مصر يا رب انتصارات، والامه العربيه والاسلاميه كلها بانتصارات يا رب. تحيا جمهوريه مصر العربيه. 199 رقم الاس ام اس 2 18 10 8 66 هو رقم التليفون. عايزه اصبح على نهى زكي. يسعد صباحك بسام، صباح الفل. سعاد نصر حبيبتنا من فلسطين، قلبنا معاكي يا سعاد الحقيقه جدا. بتقول عايزه اقول لحضرتك شكرا من قلبي، وجودك بالحياه بجد فارق عندي قوي حبيبتي، وفارق عندنا كمان ان احنا نطمن عليكم، وربنا يعدي الايام دي على خير. بتقول مصر الامل، شعب بطل، ارض دايما كريمه. ربنا يخليك يا حبيبتي. هيا خالد، مساء الفل. اسماء حسن حسان، مساء الفل. احمد ابو عزه، ازيك احمد وسلامه ماما؟ الف سلامه، ان شاء الله ربنا يطمنك عليها. كمان سعاد نصر بتقول الصمت وقت الحزن كبرياء، والصمت وقت الغضب قوة، والصمت وقت الاستفزاز فوز، والصمت وقت النصيحة أدب، والصمت وقت السخرية هيبة. الله على الرسالة الحلوة دي. يمنى فاروق بعتة بتقول من غير دي كلمات مرسي جميل عزيز، ألحان موسيقى للأجيال محمد عبد الوهاب. صح، مظبوط الكلام، والحقيقة كانت من غير لي عبد الحليم حافظ العندليب طبعا عمل عليها بروفا لكن لم يتمكن من الغناء لوفاته، وفضل عبد الوهاب شايلها في الدرج فترة طويلة جدا. وردة الجزائرية طلبت أنها تغنيها، وأكثر من حد الحقيقة لما سمعوها، لكن عبد الوهاب ما كانش عايز يديها لأي حد، وفي الآخر كانت من نصيبه هو. وغناها أكتر من مطرب بعد كده، منهم طبعا أمير الغناء العربي الأستاذ الكبير هاني شاكر، بنبعت له كل التحية. يعقوب خيري، مساء الفل. دسوقي، ازيك يا دسوقي؟ عامل ايه؟ ايه الأخبار؟ كله تمام. طب تعالوا نشوف كده من مبدعنا، وبما ان احنا كمان بنحتفل بذكرى الكبير محمود ياسين. محمود ياسين الفنان الواعي، يعني تطلق عليه اللقب الفنان الواعي بعد الانطلاقة المتميزة اللي قدمها النجم الراحل محمود ياسين في بدايته، من خلال مشاركته في فيلم نحن لا نزرع الشوك أمام شادية صوت مصر. بعد ما قدم الدور ده، الأدوار بدأت بقى تتهافت على الفنان اللي وجد الكثيرون من حواليه ان هو يكون فتى الشاشة للمرحلة المقبلة في عمر السينما، وقد كان الحقيقة في السبعينيات بجانب طبعا حسين فهمي ونور الشريف واكتر من اسم اساتذه كبار كلهم. لكن علشان محمود ياسين كان واعي ان هو ياخد النصيحه من الكبار، فراح للمصور الراحل الشهير وحيد فريد، والاسم ده هتشوفه كتير جدا على تترات الافلام القديمه، وخاصه افلام اواخر الستينيات او في الستينيات والسبعينيات. فقال له طب انا هعمل ايه يا استاذ وحيد، شور علي. طلب منه النصيحة، لكن هو اختار حد كبير في الشغلانة، الأستاذ وحيد فريد شيخ المصورين، سنا كبير، خبرة كبيرة، متأكد أنه أكيد ما هوش منافس بالنسبة له. ما راحش سأل واحد زميله، ولا واحد ما يعرفوش، ولا واحد شايفه على السوشيال ميديا لو كان في وقتها سوشيال ميديا. فقال له أعمل إيه في القصة الفلانية. راح لوحيد فريد وقال له أعمل إيه في المرحلة اللي أنا فيها دي، بعد يعني نحن لا نزرع الشوك السيناريوهات بتجيلي كتيرة جدا، وأنا مش عارف أختار ولا أعمل إيه إمتى ولا كده. فنصحه الأستاذ وحيد فريد وقال له شوف، أنت أول سنتين من الانطلاقة اللي حصلت مع نحن لا نزرع الشوك هتشتغل كل حاجة في السنتين دول، يعني اعمل أرض، اكسب أرض. عارفين زي إحنا كده لما بدأنا في الراديو من 20 سنة، كانوا ينزلونا بالليل شفتات اسمها فترات مفتوحة، انزل كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، يعني كنا بنموت الحقيقة. بس يعني وممكن تقعد مثلا في شيفت لغاية الصبح قاعد تتكلم مع الناس كده. فدي اسمها مرحلة الانتشار. وبعد مرحلة الانتشار اللي ممكن الواحد يقعد فيها سنتين ثلاثة أربعة خمسة على حسب بقى ورزقه هو بقى من ربنا سبحانه وتعالى يكتب له إيه في المنطقة دي، لكن بعد شوية بتبدأ مرحلة الانتقاء،
وفي مرحلة الانتقاء دي الأستاذ محمود ياسين قدم أفلام الخيط الرفيع وأنفي وثلاثة عيون وغنوة على الممر أو أغنية على الممر. وبعد كده بعد فترة الاختيار الأولى بتروح بقى فترة الانتقاء أو الانتقاء الأولى الانتقاء الثاني. أنت كل ما بتعمل أرض وكل ما بتنجح وكل ما بتبقى معروف عند الناس والناس تتوقع منك منتج معين بيبقى المسألة أصعب. يعني النهاردة لما أجي أقدم برنامج جديد بيبقى أصعب عليا جدا من ان انا اول برنامج قدمته من 20 سنة لانه بتبقى المسؤولية اكبر. انت عامل نجاح مع الناس، الناس متوقعة منك حاجات معينة، معلومات معينة، شكل معين، فبيبقى الاختيارات والانتقاءات بتبقى صعبة جدا. لكن في النهاية الواحد بيرجع للمصادر الموثوق منها، سواء في الشغلانة، سواء في الاهل، سواء في الاساتذة. فكرة الاستاذ اللي اتكلمنا فيها ومقام الاستاذية في المصادر اللي بيبحث عنها. يعني طول الوقت بحاول معاكو يعني نتوعى كده مع بعض ونبقى عارفين نمشي بثقافة نسأل ونستشير ونوثق كل الحاجات وما نتناقلش الأخبار والآراء كده هباء يعني، وخاصة في عصور السوشيال ميديا. خلي بالك يا خلي بالكو الكلمة أمانة، كتبتها أو قلتها أو سمعتها أو نقلتها. ونرجع بقى لمقام النصيحة قبل ما نروح لكتاب قد المقام. والنهاردة اخترت لكم الشوقيات للشاعر الكبير أحمد شوقي بمناسبة ذكرى رحيله. والحقيقة شوقي تميز في كل الأغراض الشعرية وأسس جمعية الأحياء والبعثة. أحكي لكم الحكاية دي، لكن خلوني أسلم على مايكل بيقول: صباح الخير والسعادة أستاذة بسنت، أعتقد أن النصيحة بتيجي من رحم تجربة. مظبوط، ومحدش بيحكي تجربته بصدق وإخلاص. برضو مظبوط، كل واحد فينا عنده التجربة اللي أنضجته اللي كبرته من جواه، ومحدش بيدرك أثرها الحقيقي غير صاحبها. وإنه الإنسان لما بيكبر وينضج بتصغر فعليه حاجات كتيرة كانت بالنسبة له مهمة. طبعا الأولويات كلها يا مايكل بتتغير، ولما بنقدم النصيحة للغير عشان يتفادى نفس الأذى بياخد بالنصيحة وبيجرب برضو. متهيألي يا أستاذة ناخد بالنصايح اللي بتدعو للخير والمحبة والسلام. مش أنا قلت في أول الحلقة عمنا صلاح جاهين قال لك: ولدي نصحتك لما صوتي اتنبح، ما تخافش من جني ولا من شبح، ونهب فيك عفريت قتيل اسأله، ما دفعش ليه عن نفسه يوم من دبح. وعجبي أحمد شوقي أسس مدرسة الأحياء والبعث الشعرية مع كل من هذه الأسماء: محمود سامي البارودي وحافظ إبراهيم وعلي الجارم وأحمد محرم. والتزم الحقيقة شعراء هذه المدرسة أو الكاركتريستيكس بقى اللي هي خصائص هذه المدرسة بنظم الشعر العربي على نهج القدماء اللي ما سبقوهم، خاصة الفترة الممتدة ما بين العصر الجاهلي والعباسي. كتاب شوقيات أو ديوانه الكبير الشوقيات لأحمد شوقي أرشحه بشدة أن أنتوا تقرؤوه. له مسرحيات كمان شعرية منها مصرع كليوباترا وقمبيز ومجنون ليلى والست هدى والبخيلة طبعا الحاجات كتير.